ايام قليله بتفصلنا عن نهائي دوري ابطال افريقيا. انجاز تاريخي للنادي الاهلي انه يحقق البطوله لثالث مره، وانجاز تاريخي كمان ان يبقى اول مدرب في القاره سواء من داخلها او من خارجها يحقق البطوله المره الثالثه على التوالي. هو شايف ده ازاي وهيستعدله ازاي ويقول لجمهور النادي الاهلي؟ What is your message for الاهلي fans? No, for me as a person I'm not coaching football to break records. انا بالنسبه لي كشخص مش بمرن في كره القدم عشان اعمل اضرب ارقام قياسيه واحقق ارقام قياسيه. مدرب كره القدم يركز في ان يكسب مباريات فقط. وممكن لو كسب ماتشات كتيره ممكن يحقق رقم قياسي او حاجه زي كده. But the Ali fans, they were here. They were supporting us. جماهير الاهلي كانت موجوده هنا النهارده في المباراه وشجعتنا. If they gave up on us, they would never be here. لكن يأسوا مننا بعد الماتشات اللي فاتت ما كانش جم وشجعونا النهارده، ما كانش يجوا النهارده للاستاد. They showed us they still support us. اظهروا لنا ان هم لسه بيدعمونا بيشجعونا. The best way to give them a win. وافضل شيء احنا نهديهم فوز قبل نهائي افريقيا. ولعبنا بروح النادي الاهلي النهارده. ودي الروح اللي اتمنى اللعيبه يكون عندها. هو كان السؤال ان انا كان قصدي هيستعد ازاي للماتش الكبير دوت في ظل الظروف دي. انت كلمت مع الدكتور دلوقتي من شويه. ده اجابه السؤال المفروض هو اللي يقول لك عشان اللعيبه اللي غايبه. I just go to the ward. We have a hospital ward in Alaqli. بنتكلم مستشفى ممكن الاهلي غيبت. هنشوف مين اللي هيطلع من المستشفى من الاصابات. بعد كده هنشوف مين اللي هيطلع من الاصابات ومين اللي هيستشفى. ابوك هيبتدي مين هيخف ده ابتدي اعد في ضوء اللعيبه اللي هتخف تبقى جاهزه في الوقت الحالي. وده الفريق اللي هو جاهز دلوقتي اللي بيلعب دلوقتي هو اللي حابين النهائي الى ان يخف حد تاني. ما عنديش اي فريق تاني النهارده كان متاح غير دول اللعيبه المتاحه معايا. ممكن بعد يومين لعيبه ترجع من الاصابه. وكنا كده لما رحنا كاس العالم الانديه لعبنا مع مونتيري كده برضه. كنا منتقصين برضه من اللعيبه الاخرين. وكنا ما كانش حد مؤمن بفرصنا واحنا في الطياره واحنا مسافرين وقبل ما نلعب مع مونتيري. اي حد بيلبس فريق الاهلي وبيأدي في الملعب بيلعب في الملعب لازم يأدي.